اهلا بيكم، معاكم شاهينة سليمان من برنامج بالعربي على راديو فري اف ام 89.0 من هاملتون. هقدم ليكم فقرة اسبوعية بعنوان بإيجاز مع شاهينة. في البداية احب اعرفكم عن نفسي. انا شاهينة سليمان، زوجة وام لثلاث بنات، مؤسسة جروب تجمع المصريين والعرب في نيوزيلندا. هاجرنا انا وزوجي من 10 سنين واقيم حاليا في اوكلاند. طبعا في بداية حياتنا هنا واجهتنا صعوبات كتيرة جدا وتحديات، ومن خلال تجاربي جات لي فكرة تأسيس جروب تجمع المصريين والعرب، وهي تجمع بين الجالية المصرية والعربية عشان نقدر نقدم الدعم الكافي بالمعلومات، وعمل تجمعات علشان نقدر نتعرف على بعض. ومؤخرا أسست صفحة اسمها Living New Zealand by شاهيناز لتقديم المساعدة والدعم بالمعلومات الكافية للناس خارج نيوزيلندا عشان يقدروا يفهموا الحياة في نيوزيلندا شكلها ايه، ويقدروا يحددوا طريقهم من قبل ما يوصلوا هنا نيوزيلندا. وعشان اقدر اوصل الفكرة وتقديم المساعدة لاكبر عدد، جات لي فرصة من مقدمة برنامج بالعربي من هاملتون ميساء شيخ الارض بتقديم فقرة اسبوعية اعرض فيها معلومات تهم جاليتنا العربية. طبعا قعدت كتير افكر في اسم الفقرة وقررت انها تكون بإيجاز مع شاهيناز. ليه اخترت الاسم ده؟ عشان الفقرة تكون لذيذة وظريفة وخفيفة وتوصل لكم المعلومة بطريقة حلوة وسهلة وتفيدكم إن شاء الله وتفيد كل فرد في الأسرة. حبيت أبدأ معاكم فقرتي النهاردة بآخر حاجة توصلت لها هنا. طبعا حبايبنا الحلوين أولادنا حاليا في الأجازة المدرسية، في ناس كتير ما تعرفش إن في أنشطة كتيرة مجانية هنا بتتعمل في المولات والمكتبات. طب يا ست شاهيناز، نعرف نوصل للمعلومات دي ازاي والمواعيد والأنشطة دي ازاي؟ انا توصلت الموقع حلو جدا اسمه eventfinder.co.nz. الموقع ده عليه جميع الأنشطة الموجودة هنا سواء كانت مجاني او برسوم. الموقع بيعرض كل الأنشطة وموعدها وأيامها وأماكنها، وكمان اذا كانت مجانا او برسوم. الموقع ده مش بس أوكلاند، الموقع ده لكل نيوزيلندا، كمان لكل مدينة في مكتبات كتير تقدروا تفتحوا مواقعهم. المكتبات هتلاقوا عليها جميع الأنشطة الحالية وأماكنها وأماكن المكتبات اللي بتتعرض فيها. إن شاء الله المواقع دي تفيدكم وتقدروا من خلالها تشتركوا لأطفالكم في أنشطة جميلة يقدروا يستمتعوا بيها ويقضوا وقت حلو في الأجازة بتاعتهم إن شاء الله. حاجة كمان حابة أتكلم فيها معاكم، وهي آخر مكان زرته هنا كان المكان في غرب أوكلاند. طبعا أنا مش بس هكلمكم على الأماكن اللي في أوكلاند بس، لا أنا هكلمكم على أماكن كتير في نيوزيلندا إن شاء الله، بس أنا حبيت أبتدي معاكم بآخر حاجة أنا زرتها. المكان اسمه إيه؟ المكان اسمه أراتاكي فيزيتر سنتر. المكان موجود في وايتاكري ريجينال باركس. وايتاكري ريجينال باركس فيها أماكن كتيرة جدا، بس آخر مكان زرته كان اسمه أراتاكي فيزيتر سنتر. المكان رائع جدا، الطبيعة فيه ساحرة بصراحة. يعني أنصح أي حد إن هو جاي زيارة أوكلاند أو من المقيمين في أوكلاند إن هو يروح يزوره. المكان هناك عاملين فيه إيه بقى؟ فيه أنشطة مجانية للأطفال، عاملين في خلال أجازة المدارس أنشطة مجانية وحاجات كتير. وكمان في المكان مكان صغير للأطفال الصغيرين عشان يقدروا يلعبوا ويستمتعوا بوقتهم هناك. طبعا أنا مش قادرة أوصف روعة الطبيعة هناك، كانت فعلا جميلة جدا. طبعا في ناس بتحب انها تتمشى في الطبيعة دي، في هناك اكتر من ممشى، مش ممشى واحد بس، في تقريبا ممشى لمدة ساعة وساعتين وثلاث ساعات. فتقدروا ان هناك لما توصلوا بتكلموا السيرفيس سنتر، هو فاتح من الساعة 9 لـ5، فتقدروا انكم تروحوا هناك وتسألوهم على التراكس وتاخدوا الخريطة وتشوفوا هتمشوا فيها ازاي. بصراحة المكان رائع جدا، وحتى فيه باركينج للعربيات كتير، فالمكان فعلا حلو. انا لما روحت هناك بيميز المكان ده كمان ان في كشك صغير بتاع ايس كريم. الراجل بتاع الايس كريم ده هو من اوروبا، من بلد في اوروبا، ده بقاله هنا حوالي 20 سنة. من كلامي مع الراجل هو عارف ان احنا مصريين. طبعا مصر بالنسبة له كانت يعني
بلد احلامه ان هو نفسه يزورها ونفسه يشوف الاهرامات ويشوف الاثار والحضارة اللي هناك، ده طبعا قبل ما يجي نيوزيلندا، لكن حاليا بيقول لي ان هو صعب جدا ان هو يروح هناك. بصراحة الراجل كان حلو جدا، وطبعا انا مش قادرة اوصف لكم كان الايس كريم بتاعه روعة قد ايه. لازم انصح اي حد يروح هناك يروح يجرب الايس كريم بتاعه، وفي عنده قهوة كمان، فلو مش عايز ايس كريم ياخد قهوة من عنده. يعني الراجل رائع وودود وبيتكلم، يعني فعلا كان كلامي ممتع جدا معاه. انا اتمنى له بصراحة ان هو يعني في يوم من الايام ان شاء الله ان هو يقدر يزور مصر ويحقق امنيته يعني ان شاء الله. طيب المكان ده كمان فيه ايه؟ فيه قاعة للمناسبات، تقدر ان اي حد عنده مناسبة صغيرة يقدر يأجرها، لان القاعة تعتبر متوسطة ان هي بتساع 50 شخص. القاعة طبعا مجهزة فيها جميع التجهيزات من مطبخ والحمامات وساوند سيستم، وفي مسرح، في حوالي تقريبا 55 كرسي و8 ترابيزات. فالمكان حلو جدا، ويعني وكمان بعد ممكن ما التجمع ده يخلص تروح تستمتعوا بالطبيعة، لأن فعلا حلوة هناك جدا. كمان أنا اتكلمت مع الناس اللي هناك المسؤولين عن البارك في السيرفيس سنتر، هم حابين جدا، يعني سبحان الله كان التوقيت مناسب قوي. ولما أنا رحت استأذنهم إن أنا أصور المكان، فقالوا لي، قلت لهم أنا مصرية، فقالوا لي ده احنا كنا لسه بنتكلم على اننا عايزين نتواصل مع حد في الجالية العربية او المسلمة، لان عايزين نقول لهم احنا عندنا مكان تقدروا تأجروه، لان مش ناس كتير تعرف المكان ده. فكانوا سبحان الله لسه كانوا بيتكلموا ان هم عايزين يتوصلوا لحد في الجالية العربية والمسلمة، وانا نطيت لهم كده قدامهم وجيت يعني. فبصراحة ده كانت صدفة حلوة جدا، فانا خدت منهم المعلومات وقلت ما اعرضها عليكم في اول برضو فقرتي، لان فعلا المكان يستاهل ان اي حد يروحه لو انتوا حتى مش هتحجزوا القاعة، سواء انكم بس تروحوا تستمتعوا بالطبيعة اللي هناك. فدي كانت اخر زيارة ليا، وحبيت ان انا اشارككم تجربتي فيها، وان شاء الله باذن الله هنقل لكم تجارب تانية وحاجات تانية كتير ان شاء الله. طبعا انا قبل ما انهي فقرتي معاكم احب اقول لكم ان لو في اي حد حابب ينقل تجربته في اي حاجه في نيوزيلندا، في مكان، في محل، في منتج، في تجربته الشخصيه في حاجه معينه، كلموني على صفحتي اللي هي اسمها Living in New Zealand by شاهناز. تواصلوا معايا واتكلموا معايا واحكوا، خلينا نفيد بعض ونستفيد من بعض، وان انا ان شاء الله من خلال فقرتي اقدر اوصل تجربتكم لناس كتير والناس تستفيد كلها ان شاء الله. وبكده يبقى وصلت لآخر فقرتي معاكم، وإن شاء الله أكون قدمت لكم معلومات بسيطة وخفيفة وظريفة ولطيفة، وتكونوا استمتعتوا بيها إن شاء الله. كانت معكم شاهينات سليمان من برنامج بالعربي على راديو فري اف ام 89.0 من هاملتون.